الخبر. اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. السلام عليكم، ازيك صاحبي؟ اخبار حضرتك ايه يا فندم؟ كابتن الحمد لله بخير. الحمد لله الحمد لله. طيب، عايز اعرفك مقر شهداء رد فعلكم على قرار وزاره الداخليه باقامه مباراه السوبر بدون جمهور وبدايه النشاط الرياضي. اولا احنا مش بنرد على وزاره الداخليه على فكره، عشان بس الامور تكون واضحه. احنا بنتكلم على ان لا يمكن ان يقام دوري في ظل هذه الاجواء. احنا خايفين على اي ارواح اي ناس، سواء كانوا من جمهور المصري، من لاعبي المصري، من جمهور الاهلي. يعني الاجواء غير مؤهله نهائيا لعوده اي بطوله، بخلاف لو كانت الدوري الدرجه الثانيه والثالثه والممتاز به. اما بطوله الدوري الممتاز ده احنا اجتمعنا كرابطه اسر شهداء، وده ما استقر عليه حتى جماهير الاهلي والتراس اهلاوي، لان الوضع الحالي ما زال معانا اكتر من 2000 واحد ما زالوا يعانوا، مش عايز اقول من هذا الهجوم الشرس. يمكن مش عايز اقول كل القنوات. طيب، انا عايز اسال حضرتك استاذ محي، حضرتك بتقول انه انتم موافقين على كرابطه وكالتراس النادي الاهلي، حضرتك دلوقتي بتقول انه في تنسيق تم بينكم انه يبقى في اقامه للدوري الممتاز به وما بعد الدوري الممتاز بمعنى اصح. مش شايف انه هي واحده طالما انتم بتوافقوا على عوده النشاط الرياضي او انتم؟ لا، احنا حضرتك الحاله دي حاله انسانيه، لان حضرتك احنا بنحافظ على الناس. لكن احنا حتى لما نزلنا البيان بتاعنا بدأناه بحفاظا على عدم إراقة المزيد من الدماء. قررت رابطة شهداء مجزرة بورسعيد عدم الموافقة على مباراة السوبر أو الدوري لأسباب بقى متعددة، يمكن أربع أسباب. بس حضرتك دلوقتي بتقول لي ان انتم موافقين على حضرتك دلوقتي بتقول لي ان انتم موافقين انه يرجع الدوري الممتاز به ويرجع دوري الدرجه الثالثه ويرجع الدوري، لان دي طبعا احنا مش عايزين نقف في وجه هؤلاء الناس. انما النهارده البطولات اللي هو سواء الدوري سواء السوبر، اولا لابد، وده جاء معانا تعاطفا مع هؤلاء، لان دول ما كانش ليهم علاقه اصلا بالموضوع. فلا بد ان وحصل صراحه دي جت من باب يعني من باب ان هؤلاء الناس برضو عايزينهم يرجعوا يمارسوا مره اخرى كره القدم، لان دول ما كانش لهم علاقه اساسا بالقصه. طب معلش، ممكن حضرتك توسع صدرك شويه للاسئله اللي هقولها للطرف الثاني اللي هيسمع حضرتك دلوقتي وانت بتقول كده؟ هيقول طب ما هو طالما انت هتوافق على ان الدوري الممتاز بيه يرجع والدرجه الثانيه والدرجه الثالثه ترجع علشان في ناس ما لهاش ذنب، في ناس ثانيه هتقول لك طيب ما هو ماشي، النادي الاهلي والنادي المصري كانت الازمه بسببهم، النادي الاهلي عنده مشكله طبعا نفسيه اللعيبه وكمان الاجهزه الفنيه بالاضافه للجمهور، فمش عايزين الدوري يرجع، مش عايزين الدنيا ترجع. المصري نفس القصه، انما بالنسبه لبقيه الفرق ال 16 التانيين فما لهمش ذنب. طب ما نعمل الدوري بقى، وطالما احنا بنتكلم بقاعده النقطه ده ملوش ذنب. والله لو تلعب الدوري من غير المصري والاهلي مش هقول لك ايه. يعني انتوا عندكوش مشكله انه انتوا عندكوش مشكله ان الدوري يبتدي ولكن بدون النادي الاهلي وبدون النادي المصري؟ اصل انت النهارده عايز تحافظ على إراقة الدماء. أنا عن نفسي سأحافظ على جماهير ألتراس أهلاوي أدام ما فيش حد عارف يحافظ عليهم. طيب، عايز أعرف وجهة نظر حضرتك في أو وجهة نظر الرابطة بقى، لأن أنا عارف إن حضرتك ما بتكلمش وجهة نظرك أنت الشخصية، ولكن وجهة نظر الرابطة بالتنسيق مع ألتراس في فكرة أنتوا خايفين المباراة بدون جمهور. يعني أنتوا خايفين من إيه؟ حاجة، أولاً الموضوع مش موضوع جمهور. الموضوع دلوقتي ان حضرتك احنا عايزين نضمن عدم تكرار ما حدث في بورسعيد، كل الاحداث بتقول غير ذلك. النهارده كابتن محمود معروف طالع يقول مش عارف ايه ده اختناق، يعني كل الناس طالعه دلوقتي بتحور القصص والموضوعات عشان تلعب الدوري. معلش حضرتك ممكن تنحي حضرتك ممكن تنحي الكابتن محمود معروف او الاستاذ محمود معروف على جنب، احنا دلوقتي بنتكلم على فكره الرياضه بشكل عام. ده الاعلام اللي شغال فيه. ايوه، ما انا الاعلام دلوقتي بالكامل شغال على ان اللي حصل ده تدافع واللي حصل، فاحنا مستنيين المحكمه. احنا دلوقتي لما نحاسب الناس اللي ارتكبوا هذه الجريمه، عشان اما يجي اي حد يرتكب جريمه زيهم نبقى عارفين عقابه ايه. احنا حتى الان يعني اذا كانت المحكمه الرياضيه برأت والتواطؤ اللي حصل، مين قال لنا مين اللي تواطأ؟ مين اللي تآمر؟ محدش عارف حاجه. فالنهارده هل عقاب ان احنا ندخل نقتل 74 واحد ان النادي يلعب عادي؟
طيب هذا النادي اللي اثار التعصب و13 الف واحد من جماهيره نزلوا ملعب. هل انت معتقد ان هذا الموضوع عشان خدوا حكم من محكمه رياضيه الموضوع انتهى؟ طيب انا عايز اسال قد يصلح لو المصري هيروح يلعب بره مصر انما عشان يلعب في مصر لابد ان احنا نسمع الحكم المصري، فاحنا منتظرين حضرتك النطق بالحكم. طيب انا هو ده كده دي كده الاجابه بس اللي انا كنت عايزها. المصري يلعب اذا النطق بالحكم بره. اولا في اداريين من المصري النهارده كابتن كامل ابو علي اللي حاليا وزير الشباب والرياضه راح عينوه كمدير نادي، وقد تطلع التحقيقات بتورطه لان فيه ناس من اداره النادي المصري محبوسين احتياطي ولسه الحكم ما طلعش. ايش عرفنا ما يمكن يطلع هو زعيم العصابه؟ ايش عرفنا الكابتن هاون ابو ريده ما يمكن هو اللي عامل موضوع المحكمه الدوليه؟ احنا نعرف طيب. من ايه أو طيب بس عشان من كل هذه الاحداث استاذ محي خليني اكمل. انا حضرتك هترد براحتك، بس انا بقول لحضرتك انا اسمح لي بس اكون بمثل الطرف الثاني مش اكتر ولا اقل، اللي هو السيد او الكابتن هاني ابو ريده نفى واورد تبريراته. المتهمين بورسعيد نفوا الموضوع. هو انا كل واحد ينفي هصدقه؟ طب ما كل المتهمين في القفص يستان قال لك لا نموت زيهم لا نجيب حقهم لا نموت زيهم. يبقى اللي ممسوكين في القفص دول براءه؟ ما كل واحد بينفي طبيعي، اما تيجي تكلمه هينفي، وانور صالح هينفي. طيب. ما كل واحد هتكلمه هينفي. طب امال مين؟ الهوى؟ يبقى ما نلعبش بقى لما نعرف مين. صحيح. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا السيد محي الدين مقرر رابطه اسر الشهداء. وضحت الرؤيه، رافضين تماما عوده الدوري حتى بما فيها